عزيزاتي المتتبعات، مساء الخير عليكم. نتمنى لكم رمضان مبارك ان شاء الله وصحة فطوركم. اليوم جبت لكم طاولة رمضان او اطباق او وصفات رمضان لليوم التاسع باذن الله. اليوم بربع صدر تاع الدجاج تقدري تحضري طاولة ما شاء الله، فيها بوراك، فيها بوراك، فيها طاجين حلو، فيها طاجين جلبان بالبولات، سلطة، يعني ما شاء الله، يعني وجبة يعني كاملة. هنا عندي ربع صدر تاع الدجاج، يعني النص تاع الفخذ هذاك كيما تشوفي. درت شوية تاع زيت، حطيت عليه حبة بصل صغيرة، كنت أشيتها كيما كتشوفي هنايا. أنا نجيب لكم وصفات يعني اقتصادية في متناول الجميع، بسيطة سهلة للتحضير، ما تشدش اليد بزاف يعني، ومفيدة للأسرة. هنا يا زدت كي بديت نقلي زدت شويه تاع الملح، يعني الملح ما نقدرش نقول لك باسكو الملح على حسب الجلبن اللي حديريه. نقصت شويه، شت روحي كلي شويه خفت لا يجيني مالح ولا باسكو شي تكوني صايمه. المهم نقصت شويه، درت مغرف صغيره تاع الطوماطيس تاع العلب يعني كونسونطري. هنا يا شويه تاع كمون، راس الحانوت، سكنجبير، كركم وفلفل اسود. هنا يا هذو اطباق جزائريه يعني معروفه تقريبا، يعني قال الجزائريين يعرفوا هذا الطريقه كي يخدموا بها. ديري ورقه تاع الرند، الرند مليح في الجلبان يعطي نكهه كيما كتشوفي هنايا. نخلي قلي، انا دائما كي نقلي على نار تكون متوسطه، يا تكون قليله يا تكون متوسطه، في حاجه تكون ثقيله. زدت هنايا مغرف، نص مغرف صغيره تاع العكري. انا المرقه هذه تاع عيد تجي حمراء، ونعرفوا بلي الطاجين تاع الجلبان دائما يجي احمر، ما يجي مرقه حمراء، ما يجيش مرقه بيضاء، يدي معروف كيما كتشوفي هنايا. راك تشوفي الكميه تاع الدجاج اللي دايرتها، بصح للامانه هذه دجاجه من نوعيه الكبير ماشي صغيره كيما كتشوفي هنايا. هنا نقدر نقلي، قلت لك دائما قلي تقليه هي اساس الاكل. زيدي حبه صغيره تاع جزر، قطعيها كيما كتشوفي، نزيدها من تالي. من بعد الجلبان، انا درت غرفيه تاع الجلبان باسكو في رمضان نعرف بلي شويه الناس ما تاكلش، درت غرفيه برك تاع الجلبان. نقعد نقلي انا الجلبان ثاني، نقليه في هذوك المقادير باش يدي النكهه ثاني كيما كتشوفي هنا. للامانه انا دايره كونجلي، مانيش دايره الطازج كيما كتشوفي، يعني انا يعجبني الكونجلي راه يجي بنين احسن. من بعد نمرق، ودائما كي تمرقي مرقي دائما، نقول لكم مرقي بالمحامي خصوصا للمبتدئات. انا كي نعطي هذه الوصفات نعطيها للمبتدئات باش يدوا نظره، يدوا يعني لمحه، يدوا خبره، يدوا يعني ماشي غير نديروا الاطباق وصايي. احنا ماذا بينا يعني المبتدئات يتعلموا، والمتمرسات يدوا فكره ثاني. يعني هذه الوصفات تساعد العاملات ما تشدش اليد. خليتها يطيب الطاجين تاعي. هنايا درت الفيون داشي بولي اشي، درت نص ساعة زدر، درت قصبر، درت ملح، فلفل اسود كيما كتشوفي، درت قرصه تاع كمون. انا الاطباق تاعي دائما ندير فيها فتة كمون باش تجي بنينه. درت سنه تاع ثوم، ها هي هنا كيما كتشوفي سنه تاع ثوم راني ديرتها. درت بياض، حبه بيض، انا الصفر هذاك ما نقيساش، نخليه نهار واحد نهار الزواج ولا كي بغي نخدم اي حاجه تتطلب البيض نعاود نخدمها بداك الصفار، ماشي شرط عليا اني ندير بيضه كامله باسكو نص صدر ما تقدريش ديري لها بيضه كامله كيما كيتجمع. ديجا كنا مكونجلينه، يعني كي دي كونجلا شويه يكون فيه الماء. هنايا درت تقريبا زوج مغارف تاع سميد مقلي، انا ما نديرش لا شابلير، ندير سميد مقلي كيما كتشوفي هنايا قليل، وين ندير لا شابلير كي ما يكونش عندي. هاي وين هاد المغرف الاولى، زدت المغرف الزوجه، يعني عيني ميزاني باش نشوف يعني القوام تاعها. وانا هذه نخليها تريح، دائما الخليط كي ديريه كيما هكا خليه على الاقل يريح ساعه باش يتماسك لك، باش كي تقدري باش ديك لاشابلير ولا ديك الدقيق هذاك المقلي، السميد المقلي هذاك يتشرب لك كل السوائل اللي تكون في الـ في الـ في البولي اشي تاعك ولا في الفيون داشي تاعك. يعني كان اطباق يديروا فيها وكان اطباق ما يديروش فيها. لا شابلير هذه يعني على حسب الطبق يكون داير كيما كتشوفي هنايا. انا عيني ميزاني وزدت شويه كيما كتشوفي، خلط دائما نخليها تريح حوالي ساعه باش تقدر يعني تشرب لي ونقدر نخدمها.
هنا هي كتشوفي شكلتها كره، من بعد بطلت ودرتها اصابع كيما كتشوفي هنايا، نغطسها مباشره شكل اصابع ونغطسهم نرمدهم في الفرينه مباشره ونقليهم، ما ندير لا بيض لا والو. جربوا هذه الطريقه ورجعوا لي الخبر حتى الطاجين نتاعكم ويجي ثقيل، يعني لاصوص تاعه تجي ثقيله، يعني ما كيش مجبره تزيدي في اي حاجه، يعني مباشره كي تشكلي الاصابع تاعك ولا الكرات رمديهم في الفرينه كيما كتشوفي وقليهم مباشره. يعني قلت لك ما ديري لا في، ما تعاودي ديري لا بيض لا شابلير لا معزانون، ويجي مقرمش ويجي ما شاء الله كيما كتشوفي. يعني نوريه خصوصا المبتدئات، انا نطول شويه بالمبتدئات يدوا لمحه، دائما دائما رمدي مباشره في الفرينه، الفرينه وحدها رمدي فيها وديريه التقله كيما كتشوفي هنايا. شوفي يجي حمر يجي ما خصهم والو، شوفي يدوا ذاك اللون الذهبي ما شاء الله، تقول لك داير لهم البيض هما انت ما درتي والو. كيما كتشوفي هنايا حمرتهم كاع، معنا كنت مقلقه شويه كيما كتشوفي حمريهم هاي من كيما وريتك، ومن بعد نديهم للطاجين تاعي اللي يكون ثقال كيما كتشوفي هاوينا، يعني نشف شويه هاوينا، وطابلي داك الدجاج، طابلي الجلبان، قلات هذاك الدجاج باش نحمره من بعد هاوينا، ونخلو هذوك الاصابع باش يتشربوا من ديك لاصوص ويزيدوا ثقلوها شويه هاوينا. يعني يجي طبق ما شاء الله، ما عندي ما نقول فيه. هنايا باش ندير البوراك، هنايا عندي حبه تاع بطاطا طيبتها في الحريره، قلعتها وزدت عليها الفرماج، يعني حوالي مربع تاع تاع بربر هذاك، ولا تقدري دير ربعه نتاع لي بورسيون في حبه بطاطا، يعني شويه متوسطه ما هي صغيره ما هي كبيره. بجيها خليتها، ومن بعد جبت حبه تاع بصل صغيره قطعتها كما كتشوفي قليتها، لازم حتى يذبل هذاك البصل كامل. من بعد زدت شويه تاع فيونداش، يعني فيونداشي ولا بولي اشي ولا يعني اللي عندك انت ديريه، ماشي شرط. كيما كتشوفي انا البوراك ما نقويش منه بزاف، باسكو كيما انا ما ناكلش تقريبا، يعني غير زوج ولادي هما اللي ياكلوه، يعني كل مع كل يوم نخدمه، يعني ماشي راح ندير كميه كبيره. كيما كتشوفي حتى تحمري هذاك الفيونداشي ولا البولي اشي، يعني تقدري ديري حتى الدجاج. معليش هنا درت شويه تاع فلفل اسود ما ملحتش، باسكو راح ندير الزيتون، والزيتون يجي مالح شويه باسكو الزيتون غير شللته وقطعته، انا مانيش شاريه الاشي الايفيلي هذاك، يعني غير تاع الطاجين وقطعته. دونك شوفي شوفيني نزيده هذا، علاه مشتيني ما درتش الملح، يعني ندير فلفل اسود وما درتش الملح هذه المره باسكو راح ندير الزيتون. كيما كتشوفي هنايا لازم لك هذاك الفيونداشي تاعك تاي طيب، باسكو كي ديري الزيتون ما تطوليش. ها هنا كيما كتشوفي، يعني كل مره نجيب لكم وصفه، كل مره نجيب لكم وصفه، بصح يكون وصفه يعني مجربه وناجحه، يعني خصوصا المبتدئه كي تكون عروسه عند اهل الزوج ولا تكون غير هي والزوج ولا، يعني باش نعرفوا بلي العائله كي تكون عروسه فيها شويه تضطرب، من الاحسن نعطيكم وصفات ناجحه مباشره. انا على بذات نفسي يعني على رقبتي روحي ديريها مباشره وما تخافيش. هنايا قطعت شويه قصبر، انا ما نديرش معدنوس باسكو هذا الوصفه تتطلب لازم قصبر باش يبنن. كيما كتشوفي هنايا نخلطو نخلو كاع داك كلشي ينشف هاوينا كيما كتشوفي، خصوصا قلت لكم يعني العرايس دائما دي خبره احسن لك، يعني دوك في وسط عائله تروحي تخدمي وما يجيش مليح، يعني النظره شويه تتغير، وحنا نعرفوا الحوانه اللي تكون ما شاء الله فيها القيل والقال. هاوينا نزيدو هذاك المكونات، نزيدو عليك البطاطا وداك الفرماج كيما كتشوفي هنايا، ونخلطو مادام حامي نخلطو، منها يزيد داك الفرماج يذوب هاكا. هاي باش شوفي الكميه اللي قطعت لي ما شاء الله يقطع مليح، يعني هذيك البطاطا هي اللي تزاد، يعني تزيد في الكميه. من بعد كيما كتشوفي انا قطعت نص الورقه برك تاع الديول هاي وينا، يعني قربت لكم يعني التشكيل اختياري كل وحده وكيفاش تشكل ها وينا. هنايا انا كنت مباشره كان الوقت قريب تاع الاذان مباشره، يعني كنت نقلي انا نساوي وبنتي تقلي، مع راهم عطله يعني راهم عطله يدو خبره يحبزوا شويه من القرايه وروحوا الكوزينه، باسكو علاه المراه يعني مهما راحت طارت ولا نزلت يعني مصيرها للمطبخ، مصيرها للمطبخ ما عندنا ما نقولوا، يعني هذا هو مصير المراه، يعني ربت بيت وحامله للرساله ما عندنا ما نقولوا. هنايا بديت نقلي فيهم ما تقويش الزيت بزاف هنايا، والزيت ما يكونش بارد يكون شويه حامي باش بالخف يتحمروا لك هذوك
هذاك البوراك تاعك. يعني انا شوفي كل مره نجيب لك، وانا ما نجيبكمش كل يوم، ما نقدرش نصور انا كل يوم باسكو الطياب وكل شيء نشد شويه، ما نجيب لحباباتي يعني وصفات. ها وانا ما شاء الله هاينا الطاوله، الجلبان تاعي مرقه خاطره، الحلو، السلطه، الحميص، حنا نقول لها شكشوكه، فلفله، البوراك، الحريره، التمر، كي نقولوا حنا ليموناد، اش اش باغي نزيدو. هذا قاعد تاكلهم الكرشو، والله ما تاكلهم قسما بالله، غير المره تتعب. هاي وانا ندير شكشوكه الحريره، يعني حريره بدل حشايش، يعني ما شاء الله بالتيجه، يعني ما عندي ما نقول. نتمنى لكم يعني رمضان كريم وصحه فطوركم، والى الملتقى باذن الله.